أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام على الهواء مباشرة في برنامج جلسة الأعمال، وفيه العديد من أخبارنا الاقتصادية لهذا اليوم. سيصحبنا إن شاء الله فيها الزميل محمد السقا الصحفي بجريدة لوسيل القطرية. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. نبدأ بأهم أنبائنا إذن مشاهدي الكرام. يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى في الدورة 55 لمؤتمر ميونخ للأمن الذي سيعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من فبراير الجاري في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية. أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى المرسومة رقم 6 لعام 2019 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية الموقعة بمدينة الرباط بتاريخ 12 مارس 2018، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور، وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2019 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2022 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. نذهب إلى نتائج أعمال الشركات مشاهدي الكرام عن فترة العام 2018. آخر الشركات المعلنة كانت شركة أريدو. شركة أريدو حققت صافي ربح بلغ 1,570,000,000 ريال خلال العام المالي 2018. مجلس إدارة الشركة أو المجموعة أعلن توزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد عن الأداء المالي للمجموعة في العام الماضي. أوضحت المجموعة أن نتائجها تأثرت وبشكل كبير بالوضع في سوق إندونيسيا بعد صدور التشريع الخاص بإلزامية تسجيل شرائح السيم والتحديات في سوق الجزائر والضعف العام فيما يتعلق بأسعار صرف العملة الأجنبية في الأسواق الناشئة. ووصلت إيرادات المجموعة في العام 2018 إلى حوالي 30 مليار ريال، منخفضة بنسبة 8% مقارنة بإيرادات العام السابق، فيما بلغت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 12,200,000,000 ريال، حيث انخفضت الأرباح قبل الاقتطاعات بنسبة 11% مقارنة بتلك المسجلة في العام 2017، وذلك نتيجة لانخفاض الإيرادات. وتعليقا على النتائج قال سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود الثاني رئيس مجلس إدارة أريدو إن التكنولوجيا الرقمية الجديدة توفر في الأسواق الناشئة الفرصة للعملاء من الأفراد ومن الشركات لبلوغ أقصى التطلعات واقتناص الفرص الجديدة، وأضاف أنه بفضل استراتيجية أريدو الواضحة والقوية تتمتع الشركة بمكانة مناسبة لدعم طرح تلك التقنيات الجديدة والاستمرار في تطويرها في جميع أسواقها، كما تبين ذلك من خلال نتائج أعمال العام 2018. وأضاف أيضا بأن شركة أريدو واصلت الاستثمار في البنية التحتية اللازمة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، ففي قطر أطلقت أول شبكة 5G على نطاق تجاري في العالم، وأصبحت أول مشغل اتصالات يجري اختبارات على التاكسي الطائر ذاتي القيادة. محمد، كما استمعت يبدو أنه الاستثمارات الخارجية لأريدو خاصة في إندونيسيا كما أعلنت المجموعة أثرت بشكل واضح في أرباح أريدو وتراجع صحيح. الأرباح يمكن لمسنا هذا التأثير يمكن منذ بداية نتائج الربع الثالث من العام الماضي، وبالفعل يعني يمكن للتوضيح كان هناك في إندونيسيا عملية شراء الخطوط الخاصة بالهواتف المحمولة كانت يعني ينقصها بعض التنظيم، وحدث تنظيم هناك في الدولة ربطها بالبطاقة الشخصية، وبالتالي تم إلغاء أعداد ضخمة من المشتركين. يمكن إندونيسيا تمتلك يمكن واحدة من أكبر عدد المشتركين لدى مجموعة أريدو، لكن المشكلة الآن أنه يعني كان هناك تراجع في عدد هؤلاء العملاء. الأمر الإيجابي لابد أن نشير إليه يمكن أنه في انحصار ولو بعض الشيء في تأثير فرق العملة
بعض الشيء على نتائج الشركة، وأنه أعتقد مع العام المقبل سيكون هناك موائمة لهذا الأمر الجديد الطارئ الخاص بإندونيسيا. أريدوا مجموعة عالمية لديها فروع منتشرة في العديد من دول العالم، وبالتأكيد هناك جانب إيجابي في ذلك أنه لديك انتشار، ولكن هناك أيضا بعض الضغوط أو المخاطر المتعلقة بأنك منتشر في عدد من الأسواق يكون فيها بعض الضغوط أحيانا، وهو ما لمسناه يمكن خلال نتائج العام الماضي. أعتقد أريدوا أنه مع التوزيع حتى الذي تم إقراره خلال هذا العام هو توزيع جيد، 2.5 ريال على سعر السهم الحالي وأكثر من جيد، وأعتقد أنه سيحافظ حتى لسهم الشركة على مستوى سعر جيد لحين بدء نتائج الربع الأول. أعتقد أنه قد يكون نشهد تحسن ولو على صعيد نسبي مقارنة بالعام الماضي. ثاني الشركات المعلنة مشاهدي الكرام كانت الخليج الدولية للخدمات التي أعلنت عن نتائجها المالية للعام 2018 بتحقيق إيرادات بلغت 2.5 مليار، فيما وصلت أرباحها قبل احتساب الفوائد أو الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام 2018 إلى 746 مليون ريال بارتفاع طفيف عن العام السابق. بلغ صافي الخسائر المسجلة لعام 2018 ما يعادل 98 مليون ريال، الأمر الذي أرجعته الشركة إلى زيادة التكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية وتسجيل مصروفات استثنائية ذات صلة بخفض قيمة أصول في قطاع الحفر، وذلك مقابل تحقيقها لأرباح خلال العام الذي سبقه. حققت كل القطاعات باستثناء قطاع خدمات التموين نمواً بمقارنة بالعام الماضي، حيث شهد قطاع الخدمات الطيران نمواً طفيفاً في العام 2018 مقابل العام السابق، وارتفعت إيرادات خدمات الطيران من خارج قطر وإيرادات الخدمات المساعدة ارتفاعاً متوسطاً، واستطاع قطاع التأمين استعادة بعض أعمال فقدت واغتنم فرص أعمال جديدة وجيدة في شريحتي التأمين الطبي والتأمينات المقدمة لقطاع الطاقة، وهو ما أثمر عن تحقيق زيادة كبيرة في إيراداته. من ناحية أخرى انخفضت إيرادات قطاع خدمات التموين مقارنة بالعام 2017، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى إلغاء بعض المشاريع وتراجع نسب الإشغال في المخيمات، بينما شهد قطاع الحفر نمواً طفيفاً عن العام السابق، حيث تم تشغيل بعض أصول لم يكن متعاقداً عليها فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط الخام. محمد، يعني نتائج الخليج إلى حد ما يعني تعتبر جيدة قياساً بنتائجها للعام الماضي. يمكن الخليج الدولية الأمر الإيجابي في نتائجها هو ضخامة حجم الإيرادات، حدثت 2.5 مليار ريال كإيرادات للشركة، لكن أعتقد أن التحدي الأكبر الذي يعني يواجه الشركة خلال المرحلة المقبلة هو أنها لابد وأن تبحث عن حل لعملية ارتفاع تكلفة التشغيل، والجزء الآخر هو ارتفاع تكلفة التمويل. الشركة بحاجة لمزيد من العقود وبحاجة للحصول على موارد مدرة للربح وغير مكلفة على الصعيد التشغيل. أعتقد هذا هو الضغط الأكبر على نتائج الشركة. لديها بالفعل كما تحدثنا إيرادات قوية، لكن في نفس الوقت لديها مصروفات مرتفعة ولديها عمليات إطفاء على مستوى الدين تؤثر على الربحية الخاصة بالسهم، فبالتأكيد أعتقد يمكن حتى هذا ما أعلنه مجلس الإدارة أمس أنه بيبحث المزيد من الفرص اللي قد تعيد لي مرة أخرى عملية الربحية، لأنه كما نعلم الخليج الدولية كان من الأسهم المربحة وكان عوايده أكثر من جيدة، لكن يمكن وجدنا خلال 2017-2018 عملية تراجع بعض الشيء على مستوى الربحية الخاصة بالسهم، وأعتقد أنه مجلس الإدارة حاليا أكيد أنه بيبحث في كيفية إصلاح هذا الوضع والعودة مرة أخرى بالشركة إلى منطقة الخضراء والربحية مرة أخرى على مستوى صافي الربح. طيب، يعني نترقب وإياكم مشاهدي الكرام افتتاحات البورصة القطرية في هذه اللحظات. ثواني قليلة تفصلنا عن الافتتاحات، لكن أيضا نعلق قليلا أيضا على أرباح مجموعة الدوحة للتأمين التي أعلنت عن بياناتها المالية للعام 2018. بلغ صافي الربح 60 مليون ريال قطري في مقابل أرباح للعام 2017 بلغت 42 مليون و20 ألف ريال قطري عن العام 2017. بلغ العائد على السهم ريال و21 درهم في الربع الثالث لعام 2018 مقابل 84 درهم لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقرر مجلس الإدارة مجموعة الدوحة للتأمين في اجتماعه رفع توصية إلى الجمعية العامة للمجموعة في موعد انعقادها القادم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 80 درهم لكل سهم. مشاهدي الكرام نأخذ هذا الفاصل القصير ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدة الكرام. اليوم وإن شاء الله خلال الساعات القليلة القادمة إن شاء الله ستدشن المحطة الأولى، المحطة الأرضية لإدارة الأقمار الصناعية التابعة لشركة سهيلسات. هذه الشركة بإذن الله تعالى ستكون مهمتها إدارة الأقمار الصناعية القطرية سهيل واحد وسهيل اثنين إن شاء الله من محطة الغورية في شمال قطر. هذا المشروع الذي امتد على مدار يبدو 4 سنوات وأكثر من ذلك في الإعداد لهذا اليوم وتدشين المحطة إن شاء الله سيكون خلال ساعات قادمة. ننتقل وإياكم مباشرة إلى مقر المحطة الأرضية في منطقة الغورية في شمال قطر، ومعنا من هناك زميلنا عمر الشمري. مرحبا بك عمر، صباح الخير. إذا كيف هي الأجواء قبيل التدشين الرسمي؟ نعم، مرحبا بك الزميل مروان، هذه تحية لك وإلى جميع من يشاهدنا عبر شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا على بركة الله، يتم اليوم تدشين محطة سهيل سات الأرضية طبعا، والتي تكمن هنا في منطقة الغويرية في قلب دولة قطر. طبعا هذه المحطة التي سوف يتم تدشينها اليوم بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. يسرنا جدا أن نتكلم عن تفاصيل هذه المحطة وعن أهدافها اليوم مع الرئيس التنفيذي لشركة سهيل سات السيد علي بن أحمد الكواري. يا مرحبا وسهلا فيك. الله يحييك وحياكم الله. الله يحييك على فضله. لو تكلمنا عن أهداف هذه المحطة وعن الخدمات التي تقدمها هذه المحطة. في البداية أود أن أرحب بمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر اللي بيشرفنا اليوم بحضوره وافتتاح المحطة إن شاء الله. هذه المحطة مثل ما ذكرت موجودة في منطقة الغويرية ومساحتها حوالي 50,000 متر مربع، وهذه المحطة تم تجهيزها بأحدث البنية التحتية من حيث قنوات اتصال ومن حيث ألياف ضوئية ومن حيث القوة الكهربائية، بحيث أنها تستوعب وتتم تجهيزها إلى قنوات إعلامية، وبحيث أنها تستوعب قنوات إعلامية إضافية، وبحيث أنها تؤدي خدمات خلينا نقول لعملائنا الاستراتيجيين الإقليميين والمحليين والدوليين، ومكملة أيضا لأسطول الأقمار الصناعية اللي سهيل سات تملكها الآن بفضل الله، اللي هو سهيل واحد وسهيل اثنين. نعم، ما هي أهم الميزات التي تتخصص بها هذه المحطة كونها من المحطات اللي لها قدرة على يعني التحكم بال الشو يعني خلينا نسميها الأقمار الصناعية أو خلينا نسميها التشويش؟ نعم، شوف هذه المحطة الله يسلمك هي الهدف الأساسي منها التحكم ومراقبة الأقمار الصناعية. الآن مثل ما تعرفون سهيل سات تملك قمرين اللي هما سهيل واحد وسهيل اثنين، يتم التحكم فيهم من هذه المحطة. أنت ما شايف ورانا في مجموعة من الأطباق الهوائية، هذه الأطباق الهوائية هي المسؤولة عن التحكم والتشغيل عن بعد مع القمر الصناعي القطري سهيل واحد وسهيل اثنين، وأيضا فيها قدرة على رفع القنوات، عندها ميزة رفع القنوات وعندها ضغط القنوات، وعندنا أيضا المحطة جهزت بأحدث التجهيزات بحيث أن الألياف الضوئية، أي محطة أرضية دائما يكون فيها الألياف الضوئية هي رقم واحد. هذه الألياف الضوئية لله الحمد واصل لها خلينا نقول خط رئيسي وخط بكب كداعم للخط الرئيسي، وأيضا تم توصيلها بأحدث تقنيات خلينا نقول الكهربائية، وأيضا فيها أجهزة الكاشفة للتشويش. الآن أنت مثل ما قلت لك الأطباق الهوائية خلفك موجود منها اللي يتحكم ومنها اللي يراقب ومنها اللي يكشف التشويش، ولله الحمد سهيل واحد وسهيل اثنين أثبتوا قدرة عالية على مكافحة التشويش. لله الحمد لحد الآن ما رصدنا أي محاولة اختراق للقمر لله الحمد، وإن تم في المستقبل لا قدر الله عندنا القدرة على كشف وعلى معرفة المكان اللي يتم منه التشويش من خلال المحطة الأرضية ومن خلال الأطباق الهوائية الموجودة في خلفكم وتشوفونها الآن على الشاشة. وهذا قد يكون بفضل التقنية المتطورة التي تتمتع به هذه الشركة، وأيضا المواد المستخدمة التكنولوجيا المتقدمة لهذه الأقمار الصناعية. وأيضا لو تحدثنا عن إدارة الأزمات أو استيعاب الكوارث لا سامح الله وإدارتها.
لله الحمد مثل ما قلت لك المحطة تم تجهيزها بأحدث تكنولوجيا وبأحدث البنى التحتية بحيث أن في المستقبل الآن عملائنا الاستراتيجيين إقليميين محليين دوليين يحتاجون خدمات في الفضاء وأيضا يحتاجون خدمات في الأرض. هذه المحطة بحكم حجمها ومساحتها فيها قدرة استيعابية ولها القدرة على أنها تستوعب خلنا نقول استوديوهات بديلة في حالة الأزمات، في حالة حبة القنوات أنها نستضيفها هنا في الأماكن اللي عندنا المجهزة بالبنية التحتية بحيث أنها تبني استوديوهات بحيث أنها تكون واصلة إلى 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 البنى التحتية ويكون مثل باك أب استوديو بين الاستوديو الرئيسي والاستوديو اللي هنا، وخلنا نقول بلان بي مثل ما تفضلت أنت اللي هو إدارة الأزمات. والله احنا تجولنا في هذه المحطة وأيضا حابين أن نحط المشاهد في قلب الحدث من خلال الصور حقيقة التي ننقلها من هنا من منطقة الغويرية في قلب دولة قطر من محطة سهيل سات، طبعا اللي هي تقريبا 50,000 متر. كم مساحتها؟ 50,000 متر مربع. 50,000 متر مربع. إيش الخدمات اللي موجودة داخل هذا القطر؟ يعني الخدمات اللي كل الخدمات اللي تحتاجها اي محطه ارضيه لله الحمد متوفره ومتوفره خلينا نقول على احدث تقنيات واحدث طراز. مثل ما انت شايف المحطه تحتوي على المبنى الاداري، في مبنى اداري من خلفنا، وايضا تحتوي على مبنى الخدمات. مباني الخدمات جايه في الجهه الغربيه من المحطه، في المباني الخدمات اللي هي خلينا نقول محولات الكهرباء والطاقه البديله اللي احنا عندنا اللي هي الجنريترات في حاله لا قدر الله صار انقطاع التيار، بحيث ان احنا نوفر خدمات دائمه بنسبة 99.98%، أن بحيث أن العميل ما يحس بأي فترة انقطاع أو أي يحس بأي فترة خلينا نقول إزعاج. وعندنا مثل ما أنت شايف المنطقة الأطباق الهوائية اللي هي الحين نسميها الدش فارم، موجود فيها الأطباق الهوائية اللي هي تتحكم وتراقب عن بعد مع القمر الصناعي سهيل 2 وسهيل 1، وفي مثل ما أنت شايف مساحات شاسعة للتوسع المستقبلي بإذن الله. من خلال سياق الحديث يخطرني حقيقة سؤال، هل ممكن لهذه المحطة أنها تقدم خدمات لوجستية مثلا القنوات أو المحطات الفضائية في منطقة الشرق الأوسط أو الدول المجاورة؟ هو أكيد ما في شك، يعني بحكم وجود المحطة في خلينا نقول منطقة صحراوية ومنطقة مفتوحة يعطيها مجال للتوسع. انت شايف من 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 الشرق ومن الجنوب ومن الغرب في مساحات ان احنا نقدر نتوسع ونقدر نستضيف القنوات الاعلاميه في المستقبل، والقنوات الاعلاميه دائما هي تفضل تتواجد في مثل هذه البيئه لان هذه بيئه جاهزه وما يحتاج ازدواجيه الاستثمار، بحيث انه يجي على طول مبنى يبني ويجهز مبناه الاستوديو ويشبك مع البنيه التحتيه المتوفره. حضور المسؤولين للافتتاح اليوم على رأسهم معالي رئيس مجلس الوزراء، ماذا يمثل لكم في شركة سهيل سات؟ ما في شك اهتمام الدولة وحكومتنا الرشيدة بهذه الأشياء يعني تمثلت في أمور كثيرة، يعني مشاريع الدولة دائما مدعومة بحضور ورعاية خلينا نقول رأس الهرم والمسؤولين جميعا. اليوم يشرفنا بحضوره معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر، وهذا ندل على اهتمامه وندل على الرؤية الاستراتيجية والنظرة الثاقبة اللي تتمتع فيها حكومة دولة قطر في دعم ورؤية استراتيجية قطر 2030. السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة سهيل سات، الوتيرة السريعة اللي تنمو فيها هذه الشركة، يعني حنا لو تكلمنا عن عمر هذه الشركة كم هي عمرها؟ عمر هذه الشركة، تأسست هذه الشركة في 2010، الآن احنا نتكلم عن تقريبا 8 سنوات كاملة، احنا في السنة التاسعة. لله الحمد في عمر شركات الأقمار الصناعية هذا عمر بسيط، لكن لله الحمد الشركة حققت إنجازات كبيرة. أطلقنا لله الحمد قمرين، أنشأنا هذه المحطة اللي أنتم شايفينها، وبعون الله احنا الآن في إطار وخلنا نقول في دراسة بعض الفرص الاستثمارية الجديدة اللي من 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 أساس ننطلق منها في سهيل 3، وبإذن الله الخير جاي. نعم إن شاء الله بإذن الله الخير قدام، ونتمنى لكم حقيقة التوفيق، وإن شاء الله
بتكون لنا أيضا تغطيات من خلال إطراق أقمار صناعية جديدة تنضم إلى هذه الأقمار الصناعية التي تبادرون بإطلاقها وتوفير هذه الخدمات المتميزة في دولة قطر. طبعا السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة سهيل سات، نشكرك حقيقة على وقتك وعلى هذه المعلومات القيمة التي تفضلت بها. الله يحييك وسهلا مباركة وتشرفونا طال عمرك. يحييك على فهم. شكرا طال عمرك. إذا زميل مروان، كما تشاهد أنت والسادة المشاهدين الكرام، هذه نبذة عن بعض الخدمات التي توفرها هذه الشركة الرائدة والتي انطلقت في عام 2010 والتي وصلت إلى هذا النمو المشرف والذي نشهده في هذه الأثناء من خلال هذه التغطية، حيث يتم إطلاق سهيل سات 2 طبعا في هذه المحطة الأرضية. كنا معكم في تغطية مباشرة وتحدثنا عن أهم التفاصيل التي تتعلق بهذه المحطة، محطة سهيل سات. نشكركم في الختام على حسن المتابعة ونرجع إلى الاستديو. شكرا جزيلا الزميل عمر الشمري على كل هذه المعلومات الوافية الحقيقة، وأيضا السيد علي الكوار الرئيس التنفيذي لشركة سهيل سات، شكرا جزيلا لكم. إذن محمد، كما تابعت إنجاز جديد يضاف إلى عالم الفضاء، دعنا نقول صحيح. القطري اليوم سيل واحد أطلق، سيل اثنين يطلق اليوم، محطة أرضية. المميز في المحطة الأرضية كما تعلم بأنه السيل واحد القمر الصناعي الأول كان يدار من خارج قطر، والقمر صحيح. الصناعي الثاني كذلك الأمر في مرحلته التجريبية فقط صحيح. اليوم نتحدث عن إدارة كاملة للأقمار الصناعية القطرية من قطر. عندما تتحدث عن شركة حديثة العهد عمرها فقط 8 سنوات، تتمكن من إطلاق قمرين صناعيين بإمكانيات قوية، وفي نفس الوقت لها بعد استراتيجي بإنشاء مثل هذه المحطات. محطة الغويرية تحدثنا عنها، لها بعد مهم جدا، أولا أنه يكون لديك التحكم الكامل في عملية إدارة الأقمار الصناعية، الجزء الآخر أنه تكون قادر على تدريب كوادر داخلية في الدولة لإدارة مثل هذه المنشآت المتقدمة. الجزء الثالث هو هتحدث عنه يمكن السيد الرئيس التنفيذي للشركة، أنه الآن بتلك الإمكانات قادر حتى على كشف عمليات التشويش، عمليات الاختراق وغيرها، فبالتأكيد كل هذا له أدوار مهمة استراتيجية وبعد مهم لهذه الشركة. مشاهدي الكرام، نفتح ملف آخر، حيث أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة الثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز على أهمية الغاز الطبيعي المسال كوقود مقصود في مستقبل الطاقة، وقال إن الطلب على الطاقة سيستمر في النمو بفضل الاقتصادات الناشئة، مؤكدا على مساهمة قطر في هذه الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال. من جهة أخرى، قال موقع LNG نيوز إن الغاز القطري بدأ بالوصول إلى السوق الإسباني، ووصلت شحنة من الغاز المسال إلى إسبانيا خلال شهر ديسمبر من العام 2018. قطر مرشحة لتكون المورد الأول والرئيسي إلى الدول الأوروبية، متفوقة بذلك على روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك وفقا لموقع LNG نيوز في إطار المؤتمر والمعرض الدولي 13 للنفط والغاز بتروتك، والذي انعقد في العاصمة الهندية نيودلهي بالأمس. الموقع أشار إلى أن إسبانيا تعتبر بوابة مهمة لقطر إلى أوروبا مع بدء وصول الغاز القطري إلى سوقها خلال ديسمبر 2018 في ظل علاقات اقتصادية متينة يعود تاريخها إلى عام 1972. وتستورد إسبانيا بقيمة 700 مليون يورو من المشتقات غير النفطية من قطر، حيث وصل حجم ميزان التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 5.5 مليار ريال عام 2017 في ظل اتفاقيات ثنائية، منها اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل. وفي قطر يوجد أكثر من 100 شركة برأس مال إسباني تعمل في مختلف المجالات. وبحسب الموقع، تتجه قطر إلى التركيز أكثر على صادراتها إلى أوروبا وآسيا من الغاز المسال، لتتصدر قائمة الدول المصدرة إلى بريطانيا عن طريق ميناء ساوث هوك، التي تستقبل اليوم الناقلة الثالثة باتريس من طراز كيوفليكس، وعلى متنها
173,400 متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي قادمة من هولندا، وسوف تفرغ شحنتها في المحطة القطرية البريطانية للغاز في جنوب غرب بريطانيا. وكانت الناقلة القطرية الغارية من طراز كيوفليكس قد وصلت إلى محطة ساوث هوك للغاز قبل أسبوعين لتكون أول ناقلة قطرية تصل إلى بريطانيا هذا العام. وأفرغت إدارة المحطة شحنتها في الشبكة البريطانية للغاز والتي تقدر ب 210,000 متر مكعب من الغاز. وفي آسيا تعتبر قطر الموردة الأول للغاز الطبيعي المسال للهند، بحيث يصل السوق الهندي قرابة 8.5 مليون طن من الغاز القطري المسال، ويتوقع زيادة طلب الهند للغاز المسال خاصة بعد مطالبات بعض الدول بإضافة قيمة الضرائب للسعر الإجمالي، ما يعني احتمالية انخفاض سعر الغاز على الأفراد في الهند. وتشير التوقعات إلى استمرار نمو الطلب على الطاقة بفضل الاقتصادات الناشئة والنمو المتوقع في عدد سكان العالم الذي سيصل إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2040، ليرتفع معه الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 600 مليون طن في عام 2035 مقابل 290 مليون طن عام 2017. مشاهدي الكرام، ننتقل وياكم الآن إلى رصد افتتاحات البورصة القطرية في هذه اللحظات. إذن مؤشر البورصة في هذه اللحظات يسجل مستويات 10164 نقطة كما نتابع. نذهب مباشرة إلى الشركات الأكثر من ناحية الارتفاع. السينما تسجل أكثر الارتفاعات عند 7.5%، 18.28 ريال. قطر وعمان 6.20 ريال بأكثر من 5%. أزدان 15.49 ريال بحوالي 3% ارتفاعات. في أزدان التحويلية 41.5 ريال بحوالي 2.5% أيضا ارتفاعات. نشوف الشركات المنخفضة، الخليج الدولية 14.61 ريال بالحدود القصوى للانخفاضات. الطبية تنخفض ب 2.3% عند 6.49 ريال، ومجموعة المستثمرين 25 ريال، والإسمنت 62.49 ريال. أما بالنسبة للشركات النشطة، الخليج الدولية مع 6.831 مليون ريال، قامكو ثانيا، صناعات ثالثا، وكيو أم بي. نعود إلى المؤشر العام. كما نعلم بأنه المؤشر 10,000 ما زال محمد انخفاضات يعني يشهدها المؤشر العام. تحدث عن 6 جلسات متتالية، صحيح؟ نعم، ولكن يعني أيضا انخفاضا من كما تعلم 10,700 نقطة خلال أقل من 10 جلسات، صحيح. لماذا؟ لأنه إذا نظرنا خلال 4 شهور الماضية، نتحدث عن شهور يناير وديسمبر ونوفمبر وأكتوبر، المؤشر أضاف فيهم 900 نقطة إلى مستوى ما ارتفعنا من مستوى 9,800 نقطة إلى مستوى 10,700 نقطة. خلال هذه الفترة لم تحدث عملية تصحيح على المؤشر. أمر آخر مهم، إذا نظرنا إلى الوضع الأساسي للسوق مع إعلان نحو 25 شركة بنهاية أمس، لديك أرباح من نحو 34 مليار ريال. هذه الأرباح فيها زيادة من نحو 3.6 مليار ريال عن نفس الفترة عن العام السابق اللي هو 2017. جزء مهم لابد ولا نغفله، عندما تم خلال العام الماضي ضخ الاستثمارات، كان الجانب الأكبر منها عبر استثمارات أجنبية، المؤسسات الأجنبية. هذه الاستثمارات كانت قياسية. المؤسسات الأجنبية الآن، وهذا أمر منطقي ومتوقع بكل تأكيد، أنها تبحث عن جني ثمار بعض الشيء مما دخلته خلال العام الماضي، وبكل تأكيد هو هذا له الحق. لكن في درس مستفاد لابد أن يعني نعيه مما حدث خلال هذه الأيام، أنه بالتأكيد أنت بحاجة حتى الآن داخل هذا السوق القطري إلى مؤسسات محلية قوية تقوم بدور صنع السوق، لأنه الآن من يتحكم في عملية توجه المؤشر صعودا وهبوطا جانب كبير منها يتم عبر الشراء أو البيع عبر المؤسسات الأجنبية. هي تقتنص الفرص، وهي من توجه السوق في جانب كبير من تحرك مؤشره العام. وبكل تأكيد الآن أصبح هناك دور أكبر مطلوب سواء من الأفراد أو المؤسسات المحلية، اللي بالتأكيد لديهم رؤية يمكن مختلفة بعض الشعب المؤسسات الأجنبية. أمر مهم أود أوضحه هو أنه المؤسسات الأجنبية تبحث الأسواق الناشئة عادة عن عملية تدوير الفرص. يمكن هي استفادت في عام 2018 من ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر يمكن أعلى مستوى على مستوى العالم ب 20%.
فالآن هي تبحث عن أسواق أخرى تدخلها خلال العام الماضي أو العام الماضية، وبكل تأكيد هي دورة اقتصادية أو دورة مالية بعض الشيء، وتعود مرة أخرى هذه المؤسسات لضخ السيولة مع يمكن انتهاء موسم الإعلانات وبدء ترقيات يمكن شهدتها شهور يونيو ويوليو من العام عادة. أعتقد أن احنا أمام سيناريو كان متوقع بعض الشيء، وإن كان هناك تراجع خلال الفترة الماضية دعنا لا ننسى أن احنا ارتفعنا من 9800 نقطة واضح إلى 10700 نقطة. مشاهدينا الكرام، الخبر الأخير والذي نختم فيه برنامجنا هو اقتراب شركة إيرباص الأوروبية من اتخاذ قرار بإنهاء إنتاج طائراتها الشهيرة A380 بعد عشرات السنين من تواجدها في الخدمة لدى أساطيل شركات عالمية. أوضحت وكالة بلومبرغ أن إيرباص تجري مفاوضات مع شركات من بينها الشركة الإماراتية بشأن طلبيات الحصول على الطائرة A380، وأضافت المصادر أن مجلس إدارة إيرباص سيلقي اليوم طبعا سيعلن وسيناقش قرار إنهاء الـ 380 بشكل رسمي قبيل الإعلان عن نتائج الأعمال التي ستظهر هذا اليوم. ويرد الآن على وكالة CNN بأنه فعلا تخذ القرار قرار الإيقاف فعليا لطائرة إيرباص A380، هذه الشركة التي فاخرت فيها الحقيقة شركة إيرباص على مدى سنوات عديدة. تطوير هذه الطائرة أخذ أكثر من 10 سنوات، هي الطائرة الأغلى والأكبر على المستوى العالمي، ولكن الظروف التي تعيشها يعني شركات الطيران لربما أدت إلى وقف إنتاج هذه الطائرة التي تمتلك منها الخطوط الجوية القطرية 10 طائرات فقط من هذا النوع، فيما تمتلك الخطوط الجوية الإماراتية 104 طائرات من هذا النوع، وكان هناك طلبية شراء هذه الطائرة ل 36 صحيح. أخرى تم إلغاؤها، وهذا هو السبب الرئيسي فعليا لوقف إنتاج هذه الطائرات القطرية. كانت يعني أولا عزائنا للشركة إيرباص بهذه الخسارة يعني الكبيرة لواحدة من أجمل الطائرات على المستوى، وعزائنا ليك شخصيا. أنا أعرف أن أنت من كبار المعجبين بهذه الطائرة حقيقة، لكن أعتقد أنه يمكن تكلفة التشغيل الخاصة بها خاصة بالوقود هي من أدى لذلك، ويمكن كان الطلبية المبالغ فيها بعض الشيء من الإماراتية هي يمكن من يعني عجلت بنهاية هذه الطائرة. يمكن للجميع يعني يعرف مدى فخامتها ومدى كونها يمكن أضخم طائرة صحيح. من فئتها صحيح طبعا. ونضيف طبعا عملية الإيقاف تمت لي التكلفة العالية بالتأكيد. لهذه الطائرة من ناحية طبعا صحيح. التشغيل نتحدث التشغيلية الوقود الخاص بها 4 محركات كل تأكيد والمؤثر يعني. شكرا جزيلا لك محمد السقاف، شكرا لك مشاهدي الكرام، نشكركم على طيب متابعتكم ونلقاكم بخير مرة أخرى بإذن الله تعالى الواحدة بتوقيت الدوحة. شكرا لكم، إلى اللقاء.